أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للسادس والعشرين من أبريل نبدأها أمامكم على اليورو دولار. كما ترون كان لدينا هنالك مستوى دعم عند 1.12. أنا من هنا أرى أننا في صدد بعض الشمعة الشوتينج ستار كما يسمونها، أرى أننا في صدد. إذا تم كسر 1.12 فهو إشارة سلبية، ممكن أن تأخذنا إلى 1.1150 أو حتى إلى 1.10 حسب مستويات الدعم السابقة. لكن بالتالي إذا تم كسر 1.3 أو اختراق 1.13 عفوا، هذا مؤشر إلى الصعود إلى مستويات 1.14 و 1.15 على التوالي. طبعا على المستوى البعيد إذا تم اختراق 1.15 سنصل المستويات بعد. على الباوند دولار كما ترون كذلك لدينا هنالك الشوتينج ستار عند مستويات 1.54. أنا بنظري أنه إذا تم كسر مستويات 1.44 سنستمر في التداول في إطار هذه القناة إلى 1.41 أو حتى إلى 1.4. طبعا يجب أخذ بعين الاعتبار أنه إذا تم كسر اختراق 1.45 سوف نصعد بالتالي إلى مستويات أعلى. تداولا موفقا وشكرا لكم.